لما وصلتي لهون كان ضغطك مرتفع، هلأ تحسن بس لساه عالي. هلأ لازم ترتاحي، بعد شوي بنرجع من إيسو. دكتور شو سبب ارتفاع ضغطه؟ جميلة خانم قالت إنه ما كان عنده أي مشاكل ضغط من قبل، يمكن السبب عصبي، بس قبل ما نعمل كل الفحوصات اللازمة ما فيني أقرر. برجع بعد شوي، عليك العافية. كتير تأخر الوقت؟ صارت شي وحدة هلأ بيكون انشغل بالهم علي. إذا بتحبي هلأ بتصل فيهم وبخبرهم باللي صار. كون ممنونتك. متضايق أنت علي؟ هلأ الصبح رح يطلع، ليش ما بيفوت ينام؟ حلي عني كارولين. حلي عني كارولين؟ طلع فيني. أنت بيجي متأخر على البيت لهون بيشرب وبيطلع خلقه. كارولين روحي من وشي بلا ما ارتكب جريمة، روحي. أنت ما بيقدر غير على أنا وبس. أنا بيعرف بجميلة أنت عم يفكر، جميلة ما بيعطي وش لأنت وأنت بيجي بفش خلقه فيني أنا. مسكين يا علي، طلعت واحد غبي. روحي، ما تخليني أضربك. يلا يلا يلعي دروب. أنا روحي روحي يلا يلا دروب. خلصي